السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون. سلسلة جديدة قصيرة خفيفة اسمها مات جيمز تايكون. اللعبة شو بلايرز نيم خيط، طبعا كومباني نيم شل سبيس كي جي تي جيمز تايم. انزين اللعبة مبدأ، طبعا احنا قاعد نسوي العاب ونسوي شركة العاب ونجيب موظف ونسوي امور ابيك جيمز عندي هذا يعني مايكروسوفت كوماني، والله شركات قديمة بعضها شعارات صحنا مسروقة لكن تجيب ذكريات حلوة. يعني هاي كوماني تحيدونها تسوي كوماندوس شو اسمه، والله نسيت اسم الشركة بس اتذكر الشعار هذا كان على كوماندوس زمان. تشوز جيم سيتنجز ديسيبل توتوريال، خليه لي توتوريال. زين عندك صح، هذا انا سبرايتس اللي هو شو كان يسوي سبرايتس. انا لعبت اللعبه اللي نفسها اللي هي جيم ديب تايكون لكن ما كان فيها هالسوالف، هي شوي مطوره منها. هي شركه التايكون جيمز ولا بالحرف تايكون جيمز، جيمز اشتهروا من ورا جيم ديب تايكون، اللعبه اللي تبدا في جراج تقعد تسوي شركه صغيره تقعد تسوي هالسوالف. تكنيك سيلويتر بريزنت موز من اهلي خلي شغله تحرك على الشاشه، لان شركه كمبيوترات لازم. انزين السبيشال جنر، السبيشال جنر مالنا ولا شو الفئه اللي نحن بنكون السبيشال فيها؟ اكيد بيلدينج. يتمسخرون غير بيلدينج جيمز اكيد. شو ابا جيم ديزاين عندي، واي ما عندي نقاط ويل تو ورك زيرو ميوزك اند ساوند. لحظه خلنا نسوي شويه الامور، شو رايكم؟ اظني بيلفل مع الوقت اتصور. جيم سبيد ستاندرد عادي مو مشكله. اوه اكيد بنبدا من تمشي 980 نورمال، هارد ليجندري نورمال تمشي عادي يعني. بس دابا نصمم، الهدف انه نصمم العاب. مرحبا بكم في ماد جيمز تايكون. في البدايه وايد شغلات مبنده بس نحنا بدون مع الوقت شغلات بتتبطل، شكلها الوضع صار في ستوب. في ستوب 1 2 3 اوكي، والرقم 1 الستوب، 2 يروح، 3 4 اوكي حلو وايد ممتاز. اول شيء نحن انا موجود هنا، هذا منو هذا خليل. شو بحتاج اول شيء اسوي له مكتب صح؟ ديفلوبمنت هو اهلي خلينا نسوي العاب. طبعا انا ك مكتبي انا شو لازم يكون 3 في 3 حلو المكتب. اوكي نسوي له باب برا، نحط في مكتب النحلي وديسكس. شوفوا الحين بنسوي، بنبدا شو. والله صغرت مكتبي وايد صراحه، ظالم نفسي انا ايش مكتبي تي كتر. بس خلينا نوفر ميزانيه، نوفر مكان، مكان ما بكفي عقب. غير هذه شوفي اكس عندنا كبتات، لا ما مش ممكن ابدا ابدا ابدا. شركة صغيرة بس بنحط نبتة صغيرة تراش بن ورا. زين عنا بنحط لنا نبتة على الباب، خليه يروح يرجع نفس ما يبغى من هالمكان. هذا الشلة قالوا نحقه في المكتب عشان يبدأ مكانه. اوكي هذا مبدئيا صديقنا منو؟ صديقنا اللي هو مو صديقنا، هذا انا. زين بسوي لعبه، شو رايكم دايركت؟ من حار بحار ما في تفاهم، بسوي لعبه، اللعبه بسميها علاء. تعرفون الاسم الحين دي ادفنتشر، مغامرات علاء الدين. عرفت علاء؟ علاء ايش حالك؟ انزين جيم سايز ما نقدر نتحكم فيه، سلكت تارجت اودينس بنسميه حق مراهقين. لحظه هني في شيء يقول شو الشغلات اللي الحين بين الناس هي منتشره. اركيد برمبر اوكي بنسوي كيف اللعبه ستب وتمطر مره تستهبلوا على اخلاقي يعني. المهم سلكت توبك، ما عندي ولا واحده منهم. ابو بلمبر ولا اركيد؟ شو بلمبر؟
يلا نقول بوكينج سبيشال فورسز، يلا قوات خاصة، فانتسي فانتسي. هني الاركيد. اوكي اركيد. شوف سبيشال فورسز قوات خاصة، فانتسي كوكينج ما يركب وياهم، اللي هو الخيال، هذا خيال علمي من غير انجن. ما عندنا انجن، انجن هو المحركات في اللعبة، مثلا شو يخلي الجرافكس احسن، شو اللي يخلي وما الى هنالك. في عندنا لايسنس، اظن هاي بعدين بنفتحها صح. على شو تشتغل اللعبة؟ خلينا نشوف. نشتغل على كمبيوتر اكيد. بنروح يوم انا بلعب لعبة، بحطي كم لعبة، ما عندي الحين ولا فان ولا شيء حق الشركة انت، بس يوم انا بلعب لعبة عبارة عن مغامرات، ابا جرافكس فول بصراحة، ابا الجيم يكون فيه ستوري، ابا الاتموسفير رقم واحد، ابا بيجنرز فريندلي نوعا ما، ابا كاجوال جيمر اكثر، احب يعني خفيف خفيف. شو بيكون في عالي الجرافكس، بنقص شوية تكنولوجي مقابل الجرافكس. زين ساوندز لازم يكون مهم في اللعبة، الساوندز مهم نفس اي شيء ثاني يا جماعة. ايش هذا 30، هذا 5، جيم بلاي نقص حبة. ابا ساوندز، لا ابا اصوات. شوفها كلها بيعد اختياري، بيكون يعني بسبب اساس في مبيعات ونجاح اللعبة ولا فشلها. ترى يعني نحن 23,000 بس ندفع اللعبة، ما عندنا اصلا 100,000 نحن يستهبلوا. انزين شو اللغات اللي تكلمت؟ من بيلعب انجلش، جيرمن، فرنش، تاليان، ما في روسيا، روسيا حيدهم مال، روسيا حيدهم هاي المجرمين مال شوتنج كلهم، كونتر سترايك قاعدين يسوي، كلهم روسيين ويبون العيد ويدخلون اللعبة و... الا ننجلوت. انزين المهم ما علينا، ما بشكل الهموم الحين. enable disable all features moisty، هذا الحين شغال صح، لانه لازم يكون عندي سبيكر تكسبورت ما اعرف شو هالخرابيط. اوكي خلاص اسوي اللعبه، يسوي اللعبه لكن ما يكفينا، انا بموظفين، موظفين شو عندي اقدر اسوي لهم؟ جيم ديزاين، عندي بروجرامينج، عندي جرافيكس، عندي ميزنكت، عندي جيم ديزاين اظن نحن نبغى صح. ايش يسوون؟ نحن نبغى موظفين، ستاف، ليد ستاف، اكليل انا ستاف مالنا. زين جروب مانجمنت، ما اعرف ما جروب مانجمنت، بعدين اظنها بنطلع مجازات ولا شيء بنسوي لنا، لا ما يستوي. شو بقول نهاية develop a game، لازم يكون عندي لعبة خلنا نسوي develop. you need a larger building، ما أقدر أسوي هدف، بس لازم نشتري مكتب سريع جلدي في الخطوات القادمة يعني، يعني خلنا نسرع لو سمحت. خلص اللعبة يا خليل، والله إنك ذيب كفو، أحسن موظف في العالم أصلا. لا اسمها KGT الشركة، خليل جيمنج أنتك، تعرفون يعني أنتوا الحركات اللي زي دي يعني. شوفوا كيف يشتغل بسرعة، شوفوا ولا كأنه مسرع اللعبة. الله سامحوني باكر شوي تكب. زين مغامرات على الدين، في أظن فيها بقات، إذا ما أسوي لها ريليس أظن هو بيعدل البقات الحين إذا ما كنت غلطان، وبعد البقات الجيم ديف تيك ممكن يعدل، هنا ما يعدل طف صح. هني نبغى موزع، الحين لازم يكون عندنا موزع للعبة. اركيد نحن سوينا، كيف اركيد مغامرات؟ المهم لا اركيد مغامرات صح يستوي. كريملين هاز بروس، شو يسم سوبر ماريو، شو زين عندنا بازل فنان، واركيد واركيد اركيد وايد ناس عندنا، هيا اخذ فايدة بس اسمه حلو هاز بروس، خلنا ناخذ هذه ووزع لنا اللعبة، بيعطينا نقاط شوي نصرفها وهاي الامور اللي ما اعرف سالفة الحين. اوكي الالعاب اللي بنفس الفئة في لعبتين في السوق اللي عندهم نفس الثيم مالي واحد. اوكي سوينا اول لعبة بسمحت. زين بسونا اللعبة الحين نقدر نسوي ريسيرش اريا. اوكي نايس، خلنا نشوف تقييم اللعبة. مو بتعبان،
اظن هاللعبة اللي راح تسبب افلاسي. جرافيكس فول، جيم بلاي اوكي، ساوند اوكي. والله اظني كان لازم اسويهم. خلينا نسوي ريسيرش يا لحظة. زين هاي ريسيرش تري بنحط باب من عند باب المدير عشان كل مية اطلع عليهم. عرفت وطالعت يا انا محمد شنو سوي انت؟ ها سوي ترتيب؟ ما في سوي ترتيب. زين بنحط لهم مكتب برخيص، شو يحسبون عمرهم خليل شو. زين لهم مكتب هني، بجيب موظفين، هذه النية الحين اللي مبيتنا الحين اكثر موظفين ما بقى. انزل لحظة، والله انا اظني بخساير خساير وخساير بدخل، بس تعرفون شو، مع ذلك لاجل عيونكم لبوظف اثنين. ابى ناس تبى تشتغل، هذا يبي يشتغل، اي حد يبي يشتغل فوق العشرين بيتوظف. 13 يمكن ما عنده ولا واحد فوق العشرين، بس هذا افضلهم. اوكي بس الحين عندي وايد موظفين، اقدر احط غرفة موظفين وين يريحون، احط لهم كوفي ماشين هالسوالف اللي هو الاخر. بس تعرفون شو، انا ابى بلبر بلمبر بلمبر وين، ابغاهم يسوي لي ريسيرش توبكس. وهالي المليون توبك، لا ابغى اسوي انجن. عشان اسوي انجن فور كلر سبورت، او نايس اقدر اسوي فور كلر سبورت ريسيرش فيتشر. لحظة انت دامك جالس، خلى في شيء نسوي كونتراكت، كونتراكت ورك عشان تدخل فلوس، لانه ما عندنا فلوس حق الشركه الحين. ابي يخدمنا خدمه. اوكي زين، ومبيعات هني بتي مكان ما اذكر وين. كونسول ريسيرش مثلا شيء خيب، 250 الف يا الظالم، كله غالي كله غالي. زين احسن شيء نسوي الفور كلر سبورت، حلو، وبنشوف اللعبة هاي كيف أداءها عندنا في السوق. الأداء التعبان، نحن خسران 21 ألف. أقدر أجيب فولورز، لازم نسوي هايب. أوكي معناه مع الوقت كل ما يستوي عند الناس يحبون الشركة، كل ما نزل لعبة تنجح أكثر. والله وايد حلو، بس شوفوا الحين ثالث أسبوع بعدنا ما ربحنا شيء، حرام. وزين بسوي بلمبر ريسيرش، شو رايكم؟ المفروض اسوي لهم حمام الصراحه، وغرفه موظفين يا عندي. شوف مدير عود انا، نزعت منه يا ويله. اوكي خسائر 13 ألف نزلت. كونتراكت وورك 5000 4000 على شكل زين. وقت اللي يبغى زي 16 اسبوع يخلص على الطاير. نيو ريسيرش نيو جنرني مثلا you have researched your first feature now you can develop your own engine. اوكي الحين اقدر اسوي نظام تحريك في ال ولا الانجن، هو الشغلات اللي تخلي كيف اشرح لكم اللعبة تمشي نفس جرافيكس احسن، الوان احسن، ار بي جي. بعدنا بدري 50 ألف، ما اقدر اقعد مشروع نفس هذا، بس ابى بلمبر الصراحة، لان بلمبر الحين ومع اركيد، وما بنزل كل شيء اركيد في الدنيا. بس المميز اذا رديت نزلت اركيد شو بيكون؟ بيكون انا تقريبا اعرف شو نقص شو ما نزل. هذا بلمبر، خلينا نسوي له ريسيرش. اوكي لما نخلص كونتراكت وورك بنسوي لعبه ثانيه دايركت. زين ان اللعبه بعدها قاعده تنباع في السوق، ممكن تعوض خسائرها على الاقل، ترد لي فلوسي افضل من ولا شيء. هو على 49% المفروض تقريبا يرد لي فلوسي، حتى ما يرد لي فلوسي كامل. بس الحين شو يبغالنا حق بلمبر؟ ايش يسوون؟ ها 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 اون تايوان ما سوى اسكر طابان نفر. انزين نسوي اول شيء انجن، قلت لكم نسوي انجن
نسمي كي جي تيز في اي ان. شوف الحين لازم اسم احترافي او انه صح في 1.01. خلي الجيم انتك انجن فيرجن 1.01. حركات ابل وهاش اعرفكم انتم. سوي حق اركيد فيتشرز فور بت كالرينج. انزين لازم الوان الوان هي لازم. ما نبغى نتسلف من البنك بعدنا. ما نتسلف اذا حد بيستعمل الانجن كم ندخل 5%. خليه ينباع. شو رايكم؟ بس الحين قاعد نسوي شو انجن. قاعد اشوف اللعبه اظن بيشلونها من السوق لعبتنا خلاص. شوفوا على الدين ادفنتشر مغامرات على سوريا على لكن خلاص لعبتك راح تنشل من السوق. زين في الوقت هذا مشكلة ما عندي فلوس اسوي انجن الحين. يعني اسوي انجن ما عندي فلوس اسوي لعبه اظن. عندي بس كم 20,000 بس الحين ما غطت خسائرها حتى اللعبة على فكرة. بعنا 4,000 نسخة وشلوها من السوق. 4,077 نسخة. أيوة أوكي. وإيتايل أظني مو عندنا فلوس نسيبهم شيء. أوكي الحين خلهم برايهم. شو يعني بلمبر يا جماعة؟ خلنا ندور جوجل. أيوة سباكة. سباكة ألعاب سباكة. ها سوي ألعاب سباكة. كيف أدخل طبخ وياها خبروني. يعني شو سباكة يعني ماشي شغل. بس هذا اللي الحين ناجح. هذا اللي ماشي في السوق. ريتنج ما 78% شكله 8. خلنا نسرع اللعبة. خليلي خلص. منزين فلوسي قاعد تطير يا حبيبي. عندي رواتب ادفعها وانت كلها قاعد تسوي انجن حبيبي. بنخسر راح الرواتب. ناس قاعد تنزل ناس قاعد تنزل وانا قاعد اخسر. يخرب بيتك. ما بشارك. عندي فلوس انا اشارك. دونت بارتسيبيت. عندي شيء اسوي. هذا بوث يعني يقول لي في معرض العاب قاعد يستوي مثلا كوميكون غيره وربع وهايل. ابى اشارك ولا لا؟ هو انا من ياكل لحظه مش ريسيرش برد. وين كان هذا؟ شوف لونز. خلنا ناخذ سلبيه. ماكسيمم كم؟ 250,000. ريباي كريدت 250,000. خلنا نسوي 250,000. اوكي لحظه جبت العيد انا وهو ابوك. فايدة شهرية 1800 وشوي. زين بسوي لهم شوي شغلات الحين. بس خلنا دام ان عندنا فلوس وفتح عندنا شوف فتح وين صار جنرز ار بي جي مونبا. كنا بدري عليه. كونسول ريسيرش. ارم حتى شيبس كاترج شريط. خلنا نحط كنترولر. دونت هاف انف موني. 250,000 يبلح. الحمد لله ما اشترى 250,000. تبغى ضارب سلفيه وين يبغى. انزين لحظه ديفلوب نيو جيم. حلو بنسوي ايهم سيتي. مو بميهم مش باتمان. واحد طيب بتعرفونه بعدين. هذا مال كبار شيبون. عرفتوا حق الشيبون كذا يعني. ولا اقول لكم خلنا نسوي حق كل حد. ليش مش كل حد يلعب. سلكتوبك برمبر سباك. تخيل بعد ما يستوي. ما يستوي سبيشال فورسز. يبالنا شيء فرعي حلو. ما على بناء الخيال والانجن اللي توه مسوينه. لايسنس ما عندنا نسوي لايسنس نحن. يو ماست تشوز مين جنر. مين جنر سوري. اوكي اسكال اركيد. اركيد بنسوي. حلو بنحطيه على منوها. كيف نفتحها؟ زين develop two games. اسوي اللعبة الثانية ويستوي. اوكي نتكلم عن البناء. نبغى game playful محترم. game length في طول يكون ما في ذاك الزود ستوري. حلو كله full functions. game depth عالي.
مو راح كور جيمرز من الاخر. ساوندز مش وايد مهم، نفس التكنولوجي، الجرافيكس مش مهم وايد، نفس الجيم بلاي نفسه حلو. اتمنى يعني، ومن يلعب هالسوالف مش روسيين، فرنسيين يحبون يبنون، مش يابانيين عاده. بنقول فرنسيين وبس خلاص، يابانيين اذكياء يعني، بيبنوا بيبنوا ماله. هذا الانجن مالنا اللي حطيناه الحين، وكان الله غفور رحيم، واظن كنسل شيء مننا. الحين بدينا نسوي لعبه، بنسوي ريسيرش، كليك تو اكسبت، ما اعرف هذا شو يسوي، بس خلينا نسوي له ريسيرش دام عندنا فلوس. خلي خسر 200، خاربه خاربه، المفروض اني اطلع فلوس، ما قاعد اخسر بال 100,000. اللعبة اللي عقبها احنا نزل الريتنج وثبت كل شيء الا الجرافكس والساوند، فبنقص الجرافيك والساوند. ايهم خلصت اللعبة، بنسوي لها ريليس دايركت. اركيد طبعا، اخر واحد كان فاشل جدا، ما عندي ودين بيسوري فان بيس، ما اعرف يعني فان بيس مالهم اعلى. خلنا نختار ارور، انزين بتشوف اللعبة هاي كيف. بلومبر ريسيرس كان جيم نو كان نو ديف كيست ديفلوب جيمز فور اذر بلاتفورمز. اوكي ثانك يو، يو هاف تشوزن يور سكند جيم تو انكريز يور سيلز يو شود ديفلوب جيمز فور مالتيبل. اوكي الحين عشان ازيد مبيعات مالي اخلي اللعبة تشتغل على وايد اماكن. زين انا وايد تعبت على الجيم بلاي والله، عيب يعني، هاي خسارة ثانية. اقول develop game ابا develop engine contract support development ايش يسوي ما اعرف. develop new engine ما ابا update and language بعد develop game update ايهم city لا develop patch develop language pack. كان اختياراتي كلها غلط اظني. ايش اسوي لعبة زين؟ ما نبغى استوى فيه مبيعاته زي الزفت والله. زين دام عندي 94,000 قال بلمبر اللي الناس يبونه هذا. زين لحظة بجوز ريسيرش نرس. اوه بلاتفورمر العاب بلا، بس ما عندي فلوس. لحظة 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 توبكس بوليتكس بورتلز كوك شو شو اللي مع بازل سوكر سبيس سكوير تيم بانك ستون ايتشز تانكس تلفزيون تنس حرامية العاب طارات ترانسبورت. يخرب بيته وش كثر ابى شيء يمشي مع البازلز. بازل جيم بيمشي مع مش ايجنتس، لا بيمشي مع شيء لازم يكون قريب من البازل يعني، شيء something is nice يعني، حاجة كويسة بقى يعني. كرايم بازل اند كرايم، الاثنين قراب من بعض. فأسيده بسوي ريليس حق جيم ثاني انزين، ونسميه جي جي ويل بلاي انزين. تارجت اودينس حق المراهقين، توبك سبيشال فورسز حلو، قوات الخاصة، بعد فانتسي بيكون سكيل جيم حلو، ومعنا اركيد اند ترند ما علم نسوي سكيل شيء جديد في السوق يعني، يمكن يبون شيء جديد في السوق. نحط فيه الانجن مالنا، نسوي النكس، بنحطيه على الكمبيوتر، وعلى ما عندنا شيء ثاني مطورينه اصلا عشان نحط عليه. زين بنحطيه بس على الكمبيوتر. لحظه باي ديف كيتس كتاري، ابدا مش أتاري. لا ابدا مش أتاري صح، يستاهل 30,000 اشتري هذا ابل؟ لا ابدا مش ابل ابدا. أسترو أركيد على شو نحطيه؟
هاي 78 سنة 77 نبغى شيء شوي إذا الناس تلعبه. 70 سنة 78 جمبوي جمبوي ها صح؟ أنا نفس الأتاري اللي أقوليه بنحطي على هذا ب 11,000. زين خلي الناس تلعب ويانا اللعبة الثانية. كوست اللعبة ترى ضرب فوق 48,000، إن شاء الله يكون في فلوس. زين بما ان احنا نسوي علاء الدين كان زين كوبي كونسبت، ناخذ الكونسبت ماله بس بنزل شويه جرافكس، بزيد جيم لينكث حبه، اتموسفير فانكشن فيها سكيل، هي لازم يكون فانكشن فول براير اتموسفير حبه اتموسفير. نبى جيم دبث عالي، نبى مور تو كاجوال جيمرز عشان الناس اكثر تلعب. كان جرافيكس مالنا زين والساوند باله مو مشكله. نزيد تكنولوجي، نزيد جيم بلاي لان هاي سكيل، لازم جيم بلاي يكون عالي. ما نبغى هذا، يابانيين معروفين في السكيل جيمز. اخر مره كنسلت انا هذا بخلي عليه 20,000 زياده، بس الحين لعبه ب 53,000. الله يستر تطلع اللي عليه ولا ما طلع. اخر لعبه اخر اخر لعبه قول له ليش معصب عليه. زين اخر شيء بنسوي لعبه الطبخ وبنسوي كاري دي ايمو ذاك اليوم. زين ابو الفقر انا بروح الموضوع راتب، انا خساره داش خساره في خساره. بالضبط كده. تربل فايند هازر جالكس 40. زين يا جالكس 40، تمني جالكس 40 اذا فتحت شركة تلعب مثل عالم الناس. انا احمد جيم اووردز لاست شينوبي بستراك ابديك جيمز جيم اوف ذا يير ورست جيم ها اي هام سيتي اليوم ولي انا لعبتي، بس انا ما فيش ولا جايزة الا اسوأ لعبة في السنة. تبن لكم حمقى، هم مش مقدرين الفن والمواهب. نعم نسوي له ريليس يا عمي، هم في هم في هم. نبى بازل معنا ولا واحد سكيل جيم سمكو، يلا روح يا سمكو ما عاد تفرق. برسل الكمبيوتر استراتيجيون فانتسي والسكيل اوكي على الاقل ببيع على الكمبيوتر. ايه عرفنا اوكي في منها ثنتين بس الثيم نفسه ما في. يا الله يا اخي اعطني سكور مثل عالم الناس، لا تقعد تنكبني كل شوي. انا شو لازم اطور؟ انتكبت انكبت والله من بعد 200 نسخة يعني. الله لا يوريكم عقب تدوش. ما عندي فانز انا بعد زيرو، ترى زيرو فانز. ايهم ستي هاي دمرت لي شركة كامل، حتى الحين هاللعبة ما يبت لي ولا فان. تعال سوي كونتراكت خلينا ندخل شوي فلوس اللحظة. يلا يا خليل شد حيلك شوي، اظن اي شركة اصلا خسرانة خسرانة. روح بس بديت افهم ميكانيكية اللعبة. شوفوا هاللعبة مش خسارة في اول خسارة، واللعبة شلوها من السوق. المهم كانت حلقتنا لليوم، شوفوا انت اللعبة اذا عجبتكم قولوا لي كملها، اذا كملها بنفهم ميكانيكياتها ان شاء الله بنسوي منها سلسلة اكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.